وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم يا سمر. يعني كثير مننا وصل لمرحلة أنه هو كثير تعب نفسيا، أكيد كثير مننا وصل لمرحلة أنه عم يبحث على أي شيء بيحقق له 1% من السعادة، وحتى إذا ضحك بيقول الله يسترنا من هالضحكة. وكثير من الأشخاص بيلجأوا لحبوب لحتى تقوي لهم المناعة، ونحن كلنا بنعرف أنه النفسية الحلوة هي يعني أكثر مناعة بتعطي لجسمه. إذا خفت النفسية أو ضل عنا نوع من من الطاقة السلبية ممكن تخفف من مناعة جسمنا. رح نحكي أكثر عن هالموضوع وعن المناعة والمناعة النفسية لجسمنا مع ضيفنا وسام بركة، مدرب تأهيل تنموي ومدرب يوغا. صباح الخير. صباح الخير، صباح الأمل، صباح الطاقة الإيجابية، يسعد أوقاتكم وأوقات المشاهدين. أهلا وشكرا سهل. على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك عن جديد. بالبداية مثل ما حكينا اتفقنا انه الصحة النفسية بتأثر على الصحة الفكرية. الواحد اذا تعبان نفسيته فكره اكيد حيكون مشغول باشياء تانية، ما عاد يركز. فخلينا نشوف شو الفرق بين الصحة النفسية والصحة الفكرية. اكيد الصحة النفسية صارت هلأ بمستوى اهم من الصحة الجسدية، لانها بتأثر كتير على الصحة الجسدية بمختلف الاساليب. خلينا نعرف الصحة النفسية. الصحة النفسية بكلمة بسيطة إذا فينا نعرفها هي السعادة، هي قدرة الشخص على الاستمتاع بالحياة، على إيجاد التوازن والتناغم بين الحالة العاطفية والحالة العقلية. لما ننام نحن ونحط راسنا على المخدة ما يكون في أصوات كتير موجودة بداخلنا وعم تتصارع هالأصوات. لما يكون في سلام داخلي عنا، لما نقدر ننتمي للمجتمع ونقدر نكون عنصر فعال بالمجتمع. فبتحسي هاي العناصر عناصر حلوة وطبيعية، وهي أي شخص ممكن يتفق معنا أنه هدول الأشياء هي أساس السعادة وأساس الحياة السعيدة بالمجتمع. تمام. هلا احنا ما بدنا كتير نحكي بشيء أفلاطوني، نحن بدنا نحكي واقع. نحن مرقنا بسنوات من الحرب، راحوا كتير من الأشخاص من حياتنا، استشهدوا، وكتير من الأشخاص فقدناهم، كتير من الأشخاص سافروا، حياتنا كلها تخربطت من مكان نقلنا لمكان تاني. وهلأ لما هيك نفرج شوية علينا صار عنا كورونا، فنفسيتنا أوريدي تعبانة، وخاصة بمرحلة الشباب. هون اليوم نحن كيف فينا نقوي حالنا ونساعد حالنا لحالنا، ما ننطر مساعدة تقوية الشخصية أو النفسية من حدا تاني؟ 100%. شكرا لك على السؤال، خصوصا الأوضاع مثل ما تفضلت الموجودة حاليا. إحصائية عالمية حسب منظمة الصحة العالمية، أكثر من 50-70% من العالم بيعانوا من عدم صحة نفسية. فما بالك بوضع اللي نحن فيه، طالعين من حرب، والأمور الاقتصادية اللي شوي منا ظابطة، والأمور الصحية الأخيرة اللي صارت الكورونا. فهون بلش بشيء واللي هو سلوغن، يعني مثل مبدأ موجود على التلفزيون السوري انتبهت له، الهاشتاج اللي هو وعيك أمانة. كتير حلو انه كيف الوعي الاساسي هو المفتاح للسعادة. كيف نحن بانتباهنا لاشياء صغيرة بحياتنا، وبنحكي عنها باختصار بعد شوي، كيف نحن فينا ننتبه لهذا الشيء. كيف الصحة العقلية مختلفة عن الصحة النفسية، وهي نقطة حاب بس وضحها، انه الصحة النفسية هي متعلقة بالذكاء العاطفي، هي متعلقة بنفسيتنا. الصحة الفكرية هي متعلقة بالذكاء الأكاديمي اللي بيسموه الاي كيو. الصحة النفسية الاي كيو، كيف نحن بنتحكم بمشاعرنا وبنفهم طبيعة مشاعرنا وبنفهم شو المفاتيح اللي ممكن تخليني انا سعيد بمنتهى البساطة، شو الاشياء اللي ممكن اسويها انا لحتى اكون سعيد بحياتي. اذا فينا نطلع بس بنظرة على شو اعراض الاختلال بالصحة النفسية، عندك اهم شيء هو الاكتئاب من اهم الاعراض، وهو موجود اكثر من نصف سكان العالم بيعانوا من حالات متفاوتة النسب. كنا عيب نقول الاكتئاب هلا
مكتئبه، كيفك مكتئبه؟ كنا بنقبل عيب انه شو مكتئبه. هو حاله طبيعيه، واحيانا بتكون حاله مثل طنجره الضغط لما تكون تنفس عن الشيء الموجود، فممكن الاكتئاب بحاله صغيره بدون ما يكون ادمان، بيكون بدون ما يكون حاله عميقه، يكون وسيله للتنفيس. فوحده من الاعراض هي الاكتئاب، وحده من الاعراض الثانيه هي الاجهاد لما نحن نكون ننام ونضلنا في تعبانين. وحده من الاعراض الثانيه هي عدم القدره على التركيز، بتلاقي في تشتت، الواحد بيكون سهيان، عدم القدره على الانتماء على المجتمع والمشاركه، العلاقات الاسريه والعلاقات العاطفيه كمان بتكون ما فيها توازن، احترام الذات وقبول الذات وقبول الاخر، فبيكون في احيانا خلل. فاذا بتطلع على هدول الاعراض بتلاقي حواليك موجودين كثير، كثير موجودين بكل مكان، بكل مكان بالضبط، خصوصا بهالوقت وبهالظرف. طيب خلينا نحكي الصحه النفسيه والصحه الفكريه، قد ايه بتاثر على مناعتنا وبتاثر على صحتنا الجسديه؟ خلينا نحكي عن تاثيرها الكبير، وكيف ممكن نحن ندعم جهازنا المناعي بصحتنا النفسيه والفكريه. حلو الحكي. خلينا نحكي اول شيء عن التوتر. نحن لما نتوتر الدماغ بيرسل سيالة عصبية، وهي بعلم الطاقة، هي الطاقة اللي بتمرق بجسمنا. هاي السيالة العصبية بتأثر على كتير من أنواع من الغدد الموجودة فينا. واحدة من الغدد هي الغدة الكظرية اللي موجودة فوق الكلية. هاي الغدة وقت التوتر تصدر شيء هرمون اسمه كورتيزول. الكورتيزول وظيفته كتير سيئة، بيأثر على جسم المناعي، على الكريات البيضاء، التهابات بالجسم، بعض التهابات الجسم، تطلع الأمراض، بيأثر حتى على حرق الدهون. يعني تخيل الأشخاص اللي عندهم سمنة بتطلع على حياتهم أنه بيكونوا متوترين بحياتهم. ليه؟ لأنه هو هرموني، مش بس لأنهم هني عم بيحاولوا يعوضوا بالأكل ويفرغوا مشاعرهم بالأكل. فالكورتيزول هرمون كتير ضار، بيأثر على الضغط، بتلاقي الأشخاص اللي بيتوتروا معهم ضغط. في أعراض تانية إذا فينا نحكي كمان، الأشخاص اللي بيقلقوا كتير الوري بيأثر على المعدة، بتلاقي بيصير عندهم ألسر اللي هي القرحة، بصير عندهم القرحة أو تشنج القولون العصبي بالضبط بالجهاز الهضمي من القلق. الحزن بيأثر على الرئتين، بتلاقي الأشخاص اللي بيحزنوا تنفسهم سطحي وبصيروا بيلد، يعني بصيروا شاحبين، بتلاقي الشخص اللي حزنه طويل وعميق بصير بيأثر على رئتيه. الأشخاص اللي بيغضبوا بيأثر على الكليتين. التوتر اللي حكينا عنه بيأثر على القلب، في عالم كتير بيموتوا بسكتات قلبية أو سكتات دماغية. فبتحسي أنه الحالة النفسية لها أثر كتير كبير على الحالة الجسدية. يعني بتشوف أشخاص يمكن صار لهم أسبوعين وثلاثة بلا نوم، بس هن مبسوطين لأنه عم ينجزوا هذا الشيء، يمكن ما بيحسوا بإرهاق جسمهم لأنه عم يحققوا شيء نفسيا هو شيء مهم. خلينا قبل ما نختم نروح لمجال اليوغا شوي، ونعلم الناس كيف فينا في الصبح نروح الطاقة السلبية من جسمنا عن طريق التنفس، لحتى نستقبل يومنا بطاقة حلوة، لحتى نفسيتنا تكون شوي ريلاكس وننسى شوي ضغوط. بلش من الصبح وبالليل قبل ما ننام، شو لازم نعمل لنكب كل شيء ورا ظهرنا؟ اوكي، سؤالك كتير حلو. ولما كنت عم تحكي بدي بس تعليق بسيط على الإجهاد، على العالم اللي بيشتغلوا بحسوا ولو كانوا تعبانين. نحن لما نشتغل بحقوا شيء، تحقيق الشيء بالإنسان بيفرز هرمون الدوبامين، وهو واحد من الهرمونات الأربعة على السعادة. لما تنجزي شيء أنت أو حدا يثني عليك إنجاز داخلي أو إنجاز خارجي، بيفرز هرمون اسمه الدوبامين. في هرمونات أربعة تانيين هن لهم علاقة بالسعادة، بس بدي أعطي نظرة عنهم وبعدين بختم عن اليوغا. الهرمون الأساسي هو هرمون الأندروفين. الأندروفين لما نروح نلعب رياضة الجسم بيفرز هالهرمون للتغلب على الألم، بس هذا الهرمون له شعور بالسعادة، مشان هيك نحن بنحس بالسعادة بعد ممارسة الرياضة. والرياحة. الضحك بدنا جرعة لا تقل عن
30 دقيقة يوميا من الضحك لحتى نكون بحالة صحية ممتازة. فخلينا نكون حتى إذا ممكن نتفرج على شيء صغير، ممكن مشهد تلفزيوني أو أشخاص ممكن يكون يسببوا لنا السعادة يكون موجودين حوالينا. الشوكولاتة تفرز الهرمون الأندروفين، وحتى الحد التشيلي بيبر كمان تفرز هذا الشيء. فالأشخاص اللي بيحبوا الحد والشوكولاتة فعبينفرز هالهرمون وبيخليهم يحسوا بالسعادة. الأكسيتوسين هو هرمون الحب، لما نكون بحالة حب عاطفية أو أسرية، حب الطبيعة، حب الأطفال، حب أي شيء بينفرز هذا الهرمون فينا. فالسيروتونين، سيروتونين هرمون لما نساعد غيرنا، لما نساوي هدول الأعمال اللي هي أعمال خيرية ومنسويها نحن لوجه الله، بس بالنهاية عم تقدم لنا سعادة داخلية. فهي المقطع بالنسبة للسعادة والهرمونات. الجزء الثاني اللي حابب أحكي عنه اللي هو اليوغا. أنا كمدرب يوغا، قبل ما أكون مدرب يوغا أنا مختص بالتنمية البشرية والتنويم المغناطيسي وعلوم الطاقة. اليوغا غيرت لي حياتي كتير، خلتني أتخلص من كتير إشياء، من الغضب اللي كان ممكن يكون عند أي شخص، من حكم الذات، من الحكم على الذات، من أمور كتير عن طريق اليوغا والتنفس. اليوغا هي رياضة روحية قبل ما تكون رياضة جسدية. بدي أقول شغلي، الصلاة هي رياضة روحية وبتشبه اليوغا، يعني الأشخاص اللي بيمارسوا صلاة هن عم بيمارسوا يوغا روحية بطريقتهم، كأنه بيروح على المسجد أو بيروح على الكنيسة أو أي معبد، فهو عم بيمارس يوغا روحية. وهي كمان الصلاة بتفرز هرمون الأندروفين. فبس نروح نصلي ونحن كونكت مع اليونيفرس او كونكت مع الكون او مع مع الاله اللي بنعبده، هذا الشيء بيخلينا راحه نفسيه. مو معقوله سواء رحت على مسجد ولا رحت على كنيسه، راحه نفسيه، بتحس بطمانينه، بتحس عن جد بطاقه ايجابيه. متشكرك، متشكر كلامك، متشكر وجودك معنا وطاقتك الحلوه اللي نشرتها بصباحنا غير. شكرا لكم ويسعد صباحكم، وبتمنى لكم حياه سعيده مليئه السلام والطاقة الإيجابية.